عشان نعرف على تفاصيل اكتر ونتعرف على تفاصيل اكتر. معانا على التليفون الدكتور ناجح فوزي غربيه، وكيل وزاره الزراعه بكفر الشيخ. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الورد، صباح النور على مصر كلها. يا اهلا بيك. عايزين نطمن على محصول قطن السنه دي، عامل ايه عندكم؟ والله يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. محافظه كفر الشيخ يمكن من اكبر المحافظات اللي بتزرع محصول القطن، ويمكن بتزرع تلت مساحه الجمهوريه في القطن. يمكن احنا السنه دي عندنا 84,200 فدان بنحتل بهم تلت المساحه على مستوى الجمهوريه. بنولي الحمد لله اهتمام كبير جدا بتوجيهات فخامه الرئيس ومعالي وزير الزراعه الاهتمام بهذا المحصول الاستراتيجي وعودته الى سابق عهده وعودته الى العصر الذهبي بتاعه ان شاء الله. يمكن المساحه ديت الدوله بتدعمها بشكل كبير جدا سواء في محافظه كفر الشيخ او في المحافظات الاخرى من خلال توفير مجموعه من المبيدات الكبيره جدا من خلال الاداره المركزيه لمكافحه الافات. نولي اهتمام كبير جدا من خلال الندوات الارشاديه. ويمكن احنا في محافظه كفر الشيخ عندنا برنامج ارشادي قوي بيتمثل في وجود 4 ندوات لا مركزيه في المحافظه، بالاضافه الى الندوات اللي موجوده من عندنا من الاداره المركزيه للارشاد والاداره المركزيه لمكافحه الافات. كل الندوات ديت بننزل بنتكلم مع المزارع مع حزمه توصيات فنيه بالاشتراك مع اساتذتنا في مركز البحوث الزراعيه لنقل كل التوصيات الفنيه. يمكن توجيهات معالي الوزير ان يبقى في حقل ارشادي في كل قريه موجود، الحمد لله موجود في كل ارشاديه موزعه على كل القرى على مختلف القطاعات اللي موجوده عندنا، بننقل فيها التوصيات الفنيه اللي موجوده في محصول القطن بمختلف من بدايه الزراعه الى الجاني المحسن والحمد لله. طيب. يمكن عندنا مجموعه من اللجان بندشنها، ويمكن انا بكلمكم واحنا في المكتب مع مجموعه من المهندسين دايما بحيث ان احنا بنوزع اللجان دهيت على كافه المحافظه، بنبتدي نعمل عمليات متابعه مستمره لهذا المحصول والمحاصيل الاصليه. طيب التنسيق اللي حصل بين مديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية كمان هيئة تحكيم القطن علشان تختاروا الأماكن اللي هيبقى فيها وجود المجمعات الخاصة بالقطن، إزاي اخترتوا أهم المجمعات وال81 مكان اللي بقى فيهم المجمعات؟ يمكن الحمد لله مع اقتراب جني القطن وجني المحصول بنبتدي نعمل عملية اجتماع كبير موسع بيبقى موسع فيه منظومة تسويق القطن، ممثل فيها تحكيم القطن، ممثل فيه مديرين الإدارات الزراعية والمناطق الإصلاح ومناطق المراقبة بيبقوا موجودين معانا. بنبتدي نجيب هي تحكيم القطن، بنبتدي نجيب كل المهتمين على زراعة القطن، نبتدي نتفق على مجموعة من المجمعات بحيث إن هي يتوفر فيها إن يكون مكان كويس، مكان بعيد عن الأمطار، عن تجمع المياه، مكان يكون على الطريق، مكان يكون واسع. بنبتدي نعمل عمليات الحصر بتاعنا يبقى جاهز، نظبط الامور بتاعتنا داخل هذه المجمعات، يبتدي يكون هذا المجمع متوسط لمجموعه البلاد اللي حواليه بحيث ما يبقاش فيه يعني عبء على المزارع في عمليه انتقال المحصول بتاعه لهذه المجمعات. ويتم اختيار هذه المجمعات بالتوافق ما بيننا وبين منظومه تسويق القطن ومركز البحوث، خاصه ان احنا عندنا في محافظه كفر الشيخ 4 مراكز للاكثار زي ما التقرير بتاع حضراتكم اشار، وهي مطوبس وبيلا والحمول والرياض. مطوبس ممثله ب 96 وبالتالي بيبقى لها مجمعات خاصه، بيلا والحمول والرياض بيبقى لها مجمعات بطريقه معينه موجوده هناك عشان مراكز الاكثار في صنف جيزه 94، وبالتالي بيتم هذا الاختيار وبيتم المتابعه. ومن يوم ما حصل الاجتماع لغايه دلوقتي على قدم وساق في عمليه المتابعه الى ان يتم الجن ويتم التوريد بالنسبه لهذه المجمعات. طيب في محطه البحوث في سخه في حاجه اسمها قسم تربيه القطن، عايزين نفهم عنه اكتر وتعرفنا عن دوره. قسم تربيه القطن بيبقى مهتم جدا بان هو بيطلع سلالات، بيطلع اصناف جديده دايما كل فتره، بيتعامل في عمل يمكن في مناطق هنا موجوده في مركز بحوث سخا باكثار القطن واستخراج سلالات جديده، بيبقى لهم مجهود كبير جدا وفائض. يمكن الصنف عشان يطلع بياخد 10 و15 سنه، بيبتدي ان هو يتعمل عليه قياسات اختبارات للحشرات والافات وكميه الانتاجيه بتاعته، فبيبقى مجهود كبير جدا وزاخر ما بين مركز البحوث. ده بقى المحسن مش كده؟ بقول لحضرتك ده المحسن. ده المحسن. فكره ان احنا للسنه الثانيه على التوالي بنتصدر المركز الاول في انتاج القطن، السنه اللي فاتت برضو محافظه كفر الشيخ تصدرت المركز الاول في انتاجيه القطن على مستوى الجمهوريه كلها، ازاي مستمرين في ده وكمان بتزودوا الرقعه الزراعيه المزارعه بالقطن؟
يمكن محافظة كفر الشيخ محصول القطن ده من المحاصيل المهمة جدا، ويمكن له فوائد كبيرة جدا، لأن الجدر بتاع محصول القطن جدر وتري، وبالتالي بينزل إلى أعماق كبيرة جدا في الأرض بتوصل ل 2 متر، وبالتالي هو بيحصل بيخلي الأرض يبقى فيها عمليات تهوية بشكل كويس جدا، عملية بناء التربة وتهوية التربة وعملية الصرف بتاع التربة بيبقى كويس جدا، المحصول اللي بيعقب محصول القطن بيبقى فيه إنتاجية عالية كبيرة جدا. النقطة الثانية، مع تحسن أسعار القطن خاصة في السنتين اللي فاتوا، ده أدى إن المزارع يبقى عنده نوع من أنواع التشجيع ويبتدي يعمل إقبال، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير جدا اللي بيوليه فخامة رئيس الجمهورية للقطاع الزراعي بصفة عامة وبمختلف اتجاهاته وبمختلف محاوره، منها محصول القطن، ده أدى إلى إقبال المزارع بشكل كبير جدا. بالإضافة إلى مجموعة من الحزم زي توافر المبيدات، توافر حقول الإرشادية، توافر مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتهاوي، ده كله بيشجع المزارع على إنه ينتج ويزرع مساحة كبيرة للقطن. والهدف الأساسي كله والكلام الجميل جدا إن محصول القطن ده هو المحصول اللي رجع تاني يصرف على البيت، رجع تاني سعره يكون كويس، يعني إن شاء الله إحنا بنأمل إنه يرجع لسابق عصره الذهبي، وإحنا خلاص على مقربة من هذا إن شاء الله. عظيم جدا انه سعره يكون كويس. السعر كام دلوقتي وهل ده مرضي المزارع ولا لا؟ السنه اللي فاتت يمكن الاسعار وصلت ل 8000 وال 9000 في بعض الاصناف زي صنف جيزة 96 وصل لحوالي 9000. السنه دي ان شاء الله احنا بنتعشم طبعا في سعر ضمان مش هيقل عن 5500 ان لم يزيد، ونحن طبعا متوقعين ان يبقى الاسعار العالميه اللي تبقى موجوده والمزادات اللي هتحصل بالنسبه لمنظومه تسويق القط، لان هو مرتبط بالسعر العالمي، اعتقد ان شاء الله انها تبقى اعلى من كده ان شاء الله. واحنا في رينج كويس ان شاء الله، واحنا بنتابع على طول مع المزارعين بحيث ان احنا ضامنين ان القطن اللي خارج من الارض دي جودته عاليه. ان شاء الله ان شاء الله. طيب، فكرة التعامل مع المستجدات والحفاظ على الثروات الطبيعية المصرية، الشكل اللي حصل الجديد في التوعية بطريقة الري، فكرة الري من غير تغريق، فكرة استخدام المبيدات وازاي، فكرة غسيل التنكات الخاصة بالمبيدات، كل ده أضفتوه يمكن السنة دي في التوعية بالنسبة للمزارعين؟ يمكن الحمد لله احنا وزارة الزراعة بتنتج فكرة الاستدامة والحفاظ على الموارد للأجيال اللي جاية ومن غير إهدار للموارد دي. منها مثلا في مجموعة من التوصيات خاصة بترشيد استخدام المياه، ويمكن محافظة كفر الشيخ من المحافظات اللي فيها ري مطور خدم حوالي 70,000 فدان وبيخدم حوالي 65,000 مزارع، ومستمرين جدا في الحتة دي بشكل كبير جدا في كثير من مراكز محافظة كفر الشيخ. يمكن احنا بنوصي المزارعين في محصول القطن وفي محاصيل أخرى في بالذات في المحاصيل الصيفيه عدم الري اثناء الظاهره، الري يبقى في الصباح الباكر، عمليه الرش مع معايره مواتير الرش، غسيل مواتير الرش، لان ممكن موتور الرش يبقى فيه مبيد حشائش مرشوش بقى قبل كده، وبالتالي لابد ان يتم الغسيل بشكل كويس، سواء انا هرش مبيد فطري او مبيد حشري، لابد ان المبيد دوت يبقى يكون الموتور مغسول بشكل كويس جدا بحيث ان هو ما ياثرش على المحصول اللي موجود عنه. النقطه الثانيه في حته الميه، يمكن احنا بنقول في بعض النظم احنا بنعملها بقالنا فتره زي مثلا زراعه القمح على مصاطب، واحنا مقبلين طبعا على موسم زراعه القمح، هو محصول استراتيجي وده بيوفر حوالي 25% من كميه الميه. برضو بالنسبه للذره احنا نادينا وبدانا نطبق فكره زراعه الذره على مصاطب، وده بيوفر برضو ما يقارب من 25% من كميه الميه اللي موجوده. بالاضافه ايضا ان احنا بننادي بعمليات الري بالتنقيط خاصه في مجال الحدائق والفاكهه، لان ده بيوفر كميات ميه كبيره جدا. طيب، ايه اللي بيميز الارض في كفر الشيخ؟ يعني ايه اللي خلى الارض في كفر الشيخ مميزه بهذا الشكل عشان تساعد في انتاج القطن بهذه الغزاره؟ يمكن محافظه كفر الشيخ من المحافظات المتاخمه طبعا للبحر المتوسط. وبالتالي بتبقى متاثره الارض بتاعتها ببعض الملوحه. وبناء عليها بيبقى في نظام معين في زراعه المحاصيل الاستراتيجيه، على سبيل المثال هي محافظه من المحافظات الاولى في زراعه الارز، لان زراعه الارز في محافظه كفر الشيخ بيؤدي الى غسيل القطاع الارضي من الاملاح بشكل كبير جدا، لما بنزرع كمان قطن ده بيحسن من جوده الارض وتهويتها، وبالتالي المحاصيل اللي بتعقب القطن بتبقى محاصيل ذات انتاجيه عاليه جدا ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور ناجح فوزي غربيه وكيل وزاره الزراعه بكفر الشيخ، الف شكر لحضرتك.